انتهت نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع حضراتكم والزميل يوسف الحسيني. مساء الفل يا يوسف. ازيك يا محمد؟ ازيك يا وائل؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ مساء النور. تمام. عاملين ايه؟ كله ماشي؟ الحمد لله. تمام. الحمد لله. اكيد عندك النهارده يعني في الحلقه الخبر الابرز هو متابعه الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا لحادث قطار القليوبيه وموافاته ايضا بتفاصيل هذا الحادث الاليم، وكلف ايضا بتشكيل لجنه للوقوف على اسباب هذا الحادث. اعتقد هيكون من الاخبار الاهم عندك والابرز في خبر مهم اليوم. وخلينا اولا نحن نحتسب كل المتوفين شهداء عند ربنا سبحانه وتعالى، نتمنى للمصابين ان ربنا يشفيهم ويعافيهم. اعتقد انه مجلس النواب هيبقى فيه عنده تحرك ما بشكل او باخر، يمكن مبني على بعض التصريحات اللي الواحد تابعها من وقت الحادثه حتى هذه اللحظه، ويمكن احنا هنتابع ده ويكون موجود معانا اكتر من عضو في مجلس النواب يقولوا لنا رايهم وشكل تحركات المجلس بهذا الصدد هتبقى عامله ازاي. تمام. اكيد طبعا هيبقى في متابعه لاخبار ثانيه وضيوف موجودين في التاسعه النهارده، هنسيبك مع مشاهديك وهنتفرج كده على الحلقه ونتابعك حبيبي محمد. باذن الله. اشكرك. شكرا ليك. شكرا ليك يا اميمه. شكرا لكل صناع التاسعه. نستاذنكم نبدا فقراتنا.